شباب ورياضه بنقول لك كلام بك على تلفزيون الحقيقه. النهارده كنت حريص تكون بتكرم طبعا او بتشوف علاء محتاج ايه وعلاء عامل انجازات طبعا الفتره الاخيره، فانت عاوز تقف جنبه علشان خاطر يكمل على نفس المستوى اللي انبدي بيه. صحيح الحقيقه. هو يا شريف احنا اول ما جينا في 2014 عملنا اجتماعات مع اللجنه الاولمبيه، فهم ادونا كشف الحقيقه في ذلك الوقت، قالوا دول 16 رياضي ورياضيه هم دول اللي ممكن بعد سنتين ونص في 2016 هم اللي ينافسوا على ميداليه اولمبيه. كان احد الاسماء علاء ابو القاسم طبعا بصفته حاصل على ميداليه اولمبيه في 2012 في لندن وبينافس على الاولمبيه في 2016. الحقيقه تابعنا في الفتره السابقه نتائج علاء، كانت النتائج الحقيقه مش زي ما احنا متوقعين، ولكن كنا عارفين ان علاء عنده اصابه فالحمد لله تعالج منها وابتدى يشارك بعد كده بعض المشاركات، ما قدرش يوصل برضه المستوى ثم حصل اصابه ثانيه وابتدى بعد كده يعمل مراحل التاهيل الطبيعي. لكن الحمد لله الاستعداد لدوره الالعاب الافريقيه في الكونغو كان محترم جدا، فالحمد لله علاء خد الميداليه الذهب في الكونغو وخد الميداليه الذهب مع الفرق برضه في الكونغو. فدي كانت نتيجه نقطه مشجعه، لان الحقيقه الاتحاد المصري للسلاح قال لنا ان هم بيعملين اعداد جيد جدا لايهاب لعلاء، وان شاء الله على 2016 هيكون بينافس على ميداليتين، ميداليه في الفردي وميداليه مع الفرق. والحمد لله اطمئنينا ان المعسكر هيتم في فرنسا مدة طويلة، وعنده 8 بطولات هتبدأ من الشهر القادم تخلص في مايو 2014. الثمان بطولات دول كل بطولة منهم بتحسن الترتيب بتاعه لو خد فيها نقط، فممكن يشارك في البطولة وهو على ترتيب عالي، فبالتالي القرعة بتبقى أفضل شوية ويبقى عنده فرصة أفضل لحصول على ميدالية. وإحنا بنقول إن كل الإمكانيات المادية موجودة في وزارة الشباب والرياضة محطوطة لعلاء، لأن الحقيقة علاء هو واحد من 2 فقط حصلوا على ميدالية أولمبية في 2012، كان علاء أبو القاسم وكرم جابر. مع الوزير النهاردة اتفاجئنا باستقالة من رئيس نادي الصيد، ويمكن فاجئنا يعني مش عارف انفاجئتي بيها عموما يعني، فايه سببها؟ لا الحقيقه الدكتور مجيب عبد الله من فتره طويله انت عارف حضرتك كان في موضوع عدم اعتماد الميزانيه، لا عدم اعتماد الميزانيه فقط، ثم خلال 60 يوم عمل طرح الثقه والنادي اثق فيه، بس كانت النسبه 51% 49%، والدكتور مجيب كان شايف ان دي نسبه من وجهه نظره ما تؤهلوش قوي لاداره النادي او لرئاسه النادي. لكن الحقيقه حاول يتقدم قبل كده بالاستقاله مرتين قبل كده، وانا كنت بتكلم مع الحقيقه لان دكتور مجيب من الناس اصحاب الخبره الكبيره ونجح في الانتخابات باغلبيه كبيره، ونادي الصيد كان يعني بيمر بفتره ضائقه ماليه، فهو الحقيقه استمر الشهرين اللي فاتت وحاول يظبط حاجات محدده، وجالي قبل كده برضو قال لي طيب انا هعدي الفتره بتاعه رمضان لغايه ما الدنيا تبقى اهدى شويه في النادي. والحمد لله انا النهارده لما جه الظروف تحسنت جدا، نادي الصيد كان عليه مديونيه في خلال دي حوالي 25 مليون جنيه في بعض الحاجات، سدد منها 17 فاضل 7 وحاجه بسيطه، لكن برضو في ايرادات. احنا بس كانت مشكله ان في الجمعيه العموميه السابقه ما اتخذتش موافقه لسه على قبول اعضاء جدد في نادي الصيد 6 اكتوبر، فلو اتخذت هذه الموافقه اعتقد النادي هيبقى عنده موارد ماليه جيده جدا، لان فرع 6 اكتوبر من الفروع الكبيره قوي في 6 اكتوبر حاجه و60 فدان وخلص، فدي يمكن تحل مشاكل ماليه. لكن الدكتور مجيب مصر على الاستقاله، فاحنا لا استقالته هو بس فقط، فهو تقدم بالاستقاله النهارده، لكن زي حضرتك ما عارف يعني الاستقاله دي بتقعد لمده اسبوع ما تعتمدش ممكن، وانا متاكد انه هيتعرض لضغط من مجلس اداره النادي ومن الجمعيه العموميه انه يصنع الاستقاله، لكن هو تقدم بها رسميا النهارده وهننتظر من النهارده لمده اسبوع عشان تبقى سريعه. لو صمم على الاستقاله النائب هيبقى مكانه ولا القصه ايه في اللائحه؟ مش عارف. احنا دايما في الحالات اللي زي دي بنقول ان مجلس الاداره المنتخب هو يشوف من خلال المجلس مين اللي يقوم باعمال رئيس مجلس الاداره ويبعت لنا، لو مجلس الاداره المنتخب من الجمعيه العموميه له وجهه نظر اخرى يبعتها لنا ونشوفها وندرسها. احنا عندنا السبت والحد الاهلي والزمالك هيلعبوا المباراتين بتاعهم، هيبان اذا كانوا هيلعبوا مع بعض في الدور قبل النهائي او هيلعبوا مع بعض في الدور النهائي، وفي احتمال ما يلعبوش يعني فديا، لكن ان شاء الله نتمنى. احنا بالنسبه لنا نتمنى وانا شخصيا اتمنى الاثنين يلتقوا مع بعض في النهائي، فان شاء الله الاثنين يوم السبت والحد يتصدروا المجموعتين بتاعتهم ويكسبوا مبارياتهم في الدور قبل النهائي ثم يلتقوا في النهائي. حضرتك مشكله كبيره جدا او عطل كبير جدا موضوع برج العرب ولسه رافضين هم يوصلوا، بس هم لهمش دعوه، وعدت اللي هيتلعب المباراه هتلعب ان شاء الله، بس يوصلوا نهائي افريقيا دي هتبقى فخر لينا جدا ان الاهلي والزمالك بيلعبوا نهائي الكونفدرالية، دي حاجة كويسة خصوصا بعد المنتخب بتاعنا ما كسب بره وجوه 3-0 و5-1، والمنتخب الأولمبي قبل كده كسب 4-0 و2-1، فاحنا ماشيين كويس الحمد لله، والكرة المصرية محققة نتائج كويسة جدا، لأن الحقيقة إن الجهازين الفنيين سواء المنتخب الأول برئاسة كوبر أو المنتخب الأولمبي بحسام البدري الاثنين الحقيقة على أعلى مستوى، والنادي الأهلي ونادي الزمالك أنا من وجهة نظري يعني حتى كمشجع إن الفرقتين النهاردة عندهم فرقة تقيلة، الأهلي والزمالك فرقتين تقال وعندهم لعيبة ممتازين جدا، والحمد لله ده منعكس بشكل أو بآخر على
على تشكيل منتخب ما عنديش مشاكل خالص بالنسبه لك ما عندناش مشاكل ان شاء الله كل حاجه ماتش السوبر لو في الامارات عادي ولا انا ما جاليش حاجه على ماتش السوبر ده انا بسمع والله زي زيكم ولا جالي ورقه ولا بعتوا لي ورقه ولا قالوا لي امتى ولا لك وشكل مصر ونلعب بره ندفهم ندرسها ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه صعبه احنا مش ضد حد ندرسها لو لقينا الامور ممكن تمشي لو لقينا كذا بس هم تلاقيهم هم اللي متاخرين شويه عشان يعرفوا هو الماتش السوبر هيبقى اهلي والزمالك ولا ممكن ما يبقاش اهلي والزمالك